بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم جميعا في استعراض لهذه الدراسة، دراسة الحالة، وهي بعنوان أثر استخدام الآيباد أو الحاسوب اللوحي والتطبيقات الإلكترونية كوسيلة تعليمية في تعليم القراءة داخل الصف الدراسي. هذه الدراسة طبقت على طلاب الصف الأول الابتدائي. عند الحديث عن الآيباد وكوسيلة تعليمية وما يحتويه من تطبيقات رقمية كمصدر من مصادر التعلم، نجد أن الأمر قد تجاوز مرحلة قبول أو رفض، يعني هذه الوسيلة تجاوزها إلى مرحلة التقييم و تعديل وتهيئة المناهج التعليمية، طرائق التدريس، الاختبارات لكي تتناسب مع هذه الوسيلة الجديدة. نحن نريد في هذه الدراسة أن نبحث ونختبر أثر استخدام هذه الوسيلة التعليمية على التحصيل الأكاديمي للطلاب في دروس القراءة من خلال التطبيقات التعليمية كما ذكرت من قبل. منذ ظهور الآيباد في عام 2010، نجد أن هناك تسارع في نشره في القطاع التعليمي سواء الخاص أو العام. هناك مبادرات حكومية كبيرة للتحول إلى التعليم والصفوف الدراسية القائمة على استخدام هذا الحاسوب اللوحي. ربما كان وراء ذلك تفاؤل العديد من التربويين وصناع السياسات بالطفرة التي قد تحدث عند وضع جهاز ذكي تفاعلي في يد الطالب متصل بالإنترنت، وأن هذا من شأنه أن يكون مفتاح اللغز وكلمة السر للتغلب على قضايا العملية التعليمية. ولكن الدراسات التي أجريت بعد تطبيق هذا النمط التعليمي لم تتفق على هل الآيباد كوسيلة تعليمية له جوانب إيجابية بهذه الضخامة التي وعد بها المتفائلون، أم أن هذا الاستخدام كان له آثار سلبية أكبر. في هذه الدراسة نريد أن ندرس الآيباد كوسيلة تعليمية والدراسات التي أجريت على هذا الاستخدام خلال الفترات والسنوات السابقة، واستعراض لدراسة حالة أجريناها للوقوف على صدق هذه النتائج في ضوء ما طرأ من تغيرات على العملية التعليمية. الآيباد كوسيلة تعليمية، نجد أنه وسيلة تعليمية متقدمة جدا. أشار التربويون وأشارت الدراسات إلى ما يتمتع به من تقديم محتوى تعليمي عالي الجودة يشرف على تطويره متخصصين سهل التعديل والتحديث نسبة أو بمقارنة بالكتب التي تطبع وتوزع ولمعالجة ما بها من عيوب، الأمر يكون مكلف جدا. هذه التطبيقات تتناسب مع الخصائص العمرية للطالب. أهم ما أشار إليه التربويون هو ميزة التفاعل التي تضمن للطالب المشاركة والانخراط في العملية التعليمية، التعاون والتواصل مع معلميه وأقرانه. هذه الوسيلة استدعت وجود نظرية جديدة في التعليم تدعى النظرية المعرفية للتعلم من خلال الوسائط المتعددة. ذهب فيها ريتشارد ماير إلى أن الطالب يتعلم معرفه في الآيباد من خلال حاستين فقط، حاسة السمع وحاسة البصر. هناك قناتان تستقبلان هذه المعارف وهذه العلوم لتعمل الذاكرة عليها بعد ذلك من خلال 3 مراحل: المرحلة الحسية التي تستقبل المعلومات، الذاكرة العاملة التي تدمج وتعالج هذه المعلومات، ثم ذاكرة المدى الطويل. إذن من هنا نجد أنه وسيلة تعليمية متقدمة، ولكنه بحاجة إلى المزيد من الأسس التي يبنى عليها المحتوى الذي يقدمه هذا الجهاز، وكذلك مزيد من الأطر النظرية التي تفسر كيفية التعلم من خلاله. أما عن الدراسات التي عالجت هذه القضية، فنجد أن هناك دراسات متفائلة للغاية أظهرت تقدم في مستوى الطلاب الذين درسوا باستخدام
ركزت هذه الدراسات على الدافعية وتحفيز الطلاب خصوصا في مواد مثل القراءة والرياضيات، وهذا يتفق مع ما نحن بصدده. كذلك في الاختبارات والتحصيل التقدير والتحصيل الأكاديمي كانت هناك نسبة 12% تفوق للصفوف التي درست بالآيباد في الاختبارات عن الصفوف التقليدية في هذه المواد. هناك دراسات أظهرت نتائج متداخلة، نتائج مرتبكة بين قد يكون التعليم بالآيباد طبق في مدرسة فأحرز نتائج مع بعض المواد، ولم يحرز هذه النتائج أو هذا التقدم مع مواد أخرى أو مع طلاب دون آخرين، فأظهرت هذه الدراسة نتائج مرتبكة للغاية. هناك أيضا نظريات أو نتائج سلبية خرجت بها بعض الدراسات، حيث أن هناك عديد من المبادرات الحكومية والمدارس التي أدخلت الآيباد إلى الصف، ولكن هذا لم يحرز أي تقدم، بل بالعكس شهدت هذه الصفوف تراجع عما كانت عليه في التعليم التقليدي. كل هذه الأمور دفعتنا إلى تصميم وتنفيذ دراسة للوقوف على ما استجد في التعلم باستخدام الآيباد. صممت هذه الدراسة ونفذتها تحت إشراف أساتذتي في الجامعة البريطانية في دبي. صممنا الدراسة لاختبار تأثير استخدام أجهزة الآيباد والتطبيقات الرقمية للقراءة على التحصيل الأكاديمي في حصة لغة إنجليزية. وقع الاختيار على مدرسة محمد بن خالد الخاصة في مدينة العين، بالاتفاق مع مديرة المدرسة دكتورة وفاء ومعلمة المادة. اخترنا طلاب صف الأول، واخترنا شعبتين. الشعبة الأولى تدرس صمم من أجل هذه الدراسة بالآيباد وتطبيق Reading A to Z Kids، بينما الصف الآخر أو الشعبة الأخرى تدرس المحتوى نفسه ولكن عن طريق الحصة العادية أو التقليدية. استخدمت هذه الدراسة ثلاث أدوات بحثية، هي المشاهدة والملاحظة الصفية، المقابلات الشخصية والاستبانات. في من خلال المشاهدة والملاحظة الصفية حضرت في كلا الصفين. نسيت أن أقول أن ما شجعني كثيرا على خوض هذه التجربة هي معايشتي للحال عن قرب، حيث أن ابني يدرس في هذه المدرسة ويستخدم الآيباد ويقبل بشدة وبنهم على قراءة الدروس عليه أكثر من غيرها، ويعني هو يعتبر من عينة الدراسة كما سنذكر فيما بعد. من خلال المشاهدة والملاحظة نجد أن الصف الذي يتعلم باستخدام الآيباد تظهر فيه بقوة الدافعية والحافزية وتفاعل الطلاب وانخراطهم في العملية التعليمية. الطلاب لا ينتظرون تعليم المدرسة لكي ينتقلون من نشاط إلى آخر، الطلاب يعيشون في تجربة ذاتية من حيث الاستماع باستخدام السماعات أو بغيرها، ينتقلون بسلاسة ويسر بين الصفحات، يتحكمون في مستوى الصوت. عند مناقشة الطلاب أظهروا فهما واضحا لما قرأوه على الآيباد. في الصف الآخر، صف القراءة التقليدية، كانت المشاركة والدافعية أقل، ذلك لأن الطلاب كانوا بانتظار تعليمات المدرسة دائما لما سيقومون به في الخطوة التالية. استخدمت المعلمة نشاط القراءة الجهرية باستدعاء الطالب أو الطالبة للوقوف أمام الزملاء و القراءة بصوت مرتفع، وهذا ساعدها على تصويب الأخطاء، هذا لم يحدث في صفوف الآيباد. في نهاية الصف، في نهاية كل حصة صممنا اختبار كتقييم ختامي لبيان أثر الآيباد على نتائج الطلاب في الاختبارات. فكان الصف الذي يدرس بالآيباد نتيجته كاملة 100%، بينما الطلاب الذين يدرسون بالدراسة التقليدية كانت نتائجهم 82%، وهذا يتفق مع دراسات كثيرة سابقة أشارت إلى هذه الفروق الإحصائية البسيطة بين النمطين. في المقابلات الشخصية أجريت مقابلة مع الدكتورة وفاء سلامة مديرة المدرسة للسؤال عن بعض
التحديات في استخدام الايباد والتطبيقات الالكترونيه داخل الصف، فاشارت ان هذا النمط التعليمي مكلف للغايه ولكنه يعد استثمارا ويتوافق مع رؤيه واجنده الامارات ل 2021، والذي نطمح من خلالها لتخرج طلاب قادرين على امتلاك المعرفه. كذلك من الامور الهامه جدا ان علقت على نجاح تطبيق Reading A to Z لعده عوامل. التطبيق يوفر تدريب للمعلمين في بداية كل فصل دراسي. التطبيق يوفر بيانات ضخمة جدا ويحللها حول استخدام وأداء الطلاب للأنشطة التي يمارسونها على الآيباد. كذلك التطبيق لا يتأخر في حل القضايا التقنية التي قد تواجه المعلم داخل الصف. في المقابلة الشخصية لمعلمة الصف الأستاذة إيفيلين أكدت أنها تستخدم الآيباد بسبب أنه له تأثير إيجابي على الحافزية والدافعية داخل الصف الدراسي. من الملفت للنظر أنها أشارت أنها تستخدم هذا الجهاز أو هذا النمط التعليمي على مدار عامين، ولكنها تشعر أنها في الفترة الأخيرة أكثر فاعلية، بما هذا يدل على أن التعلم بالآيباد يحتاج إلى الممارسة، يحتاج إلى وقت لكي يؤتي ثماره. كذلك أضافت أن الاستخدام التعليمي للآيباد يساعدها على إنشاء تجارب تعلم تفاعلية مع الطلاب. التحضير لأنشطة الآيباد، أضافت المعلمة، التحضير لحصة استخدام الآيباد هو تحضير يحتاج إلى وقت ومجهود أكبر من التحضير للصفوف التقليدية. أنشأنا استبانة وجهناها للطلاب، وساعدني وجود ابني كما ذكرت ضمن عينة الدراسة. فأنشأنا استبانة واختبرت بنودها على ابني في البيت قبل توزيعها على الطلاب لاختبار سهولتها وضوحها للطالب عندما يقرأها. وقد أشارت علي الدكتورة المشرفة بإضافة صور وقد فعلت، إلى أن وصلنا إلى المستوى المطلوب من السهولة واليسر للطلاب في الصف الأول. وزعت على الطلاب وقد ساعدتني المعلمة ومساعدة الصف في شرح كل بنود الاستبانة للطلاب قبل الإجابة عليها. نتائج هذه الاستبانة كانت مفيدة جدا. لدينا 27 طالب، منهم 25 طالب على الأقل يقبلون على القراءة على الآيباد، ذلك للأسباب الآتية: الآيباد يجمع لهم النجوم كمكافآت، الآيباد يقرأ لهم، الآيباد يوجه لهم أسئلة تحمسهم للمواصلة لمواصلة القراءة، الآيباد يتحكمون في مستوى الصوت من وعرض الصور من خلال التكبير والتصغير، سرعة الصوت وخفض الصوت أو رفعه. كذلك هم جميعا يتفقون على أن الآيباد القراءة عليه داخل الصف أفضل بكثير من قراءة القصص التقليدية. خلاصة الدراسة: أثبتت هذه الدراسة أن التعلم في حصص القراءة باستخدام الآيباد أثر واضح في زيادة دافعية الطلاب وانخراطهم في العملية التعليمية. وهذه النقطة يعني حمستني ودفعتني لمواصلة البحث عن الأطر النظرية للدافعية، كيف توفرت كل هذه الدافعية في الآيباد أو الأجهزة المحمولة داخل الصف الدراسي. من النتائج التي خلصت إليها الدراسة أيضا أن الآيباد يصنع فرقا إحصائيا في درجات الطلاب، ولكنه ليس بالفرق الكبير. الذين تفاءلوا وقالوا أن الآيباد سيحدث طفرة كبيرة في التعليم، الآيباد لا يصنع من الطالب الضعيف طالب قوي، وإنما هو يعزز بعض جوانب القوة. فالفروق الإحصائية بين الشعبتين لم يكن كبيرا، بل كان بقرابة 15%. كذلك ترصد هذه الدراسة اختلاف نظرة كافة عناصر العملية التعليمية لاستخدام الآيباد داخل الصف. يعني بعد أن كانت إدارات المدارس ترفض اصطحاب الطلاب لهذه الأجهزة والمعلمين كذلك، لا، اليوم الإدارات والمعلمين يطالبون بالتدريب على هذا النمط التعليمي
الجديد والحاجة يا إليه. دكتور، نعم، دقيقة واحدة يا دكتور أشرف. أنا انتهيت. أنا شاكر جدا لحضرتك دكتور صلاح ولكل الحضور، وأرجو أن يكون يعني قدمت ما هو مفيد. شكرا لكم. شكرا شكرا دكتور أشرف على هذا العرض الرائع والمميز، ويعني الدراسة جديرة بالاهتمام خاصة على طلاب الصف الأول، والحقيقة يعني إن شاء الله يكون هناك الآن نقاش حول هذا أو حول هذه الدراسة. أشكرك دكتور أشرف إن شاء الله، يعني